بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، دعوني أستكمل معكم في الجزء العاشر شرح أكبر برنامج لإحصاء القرآن العظيم. طبعا هذا البرنامج الرائع أيها الأحبة ينبغي على كل واحد أن يتأمله، يتفكر به، ويعني يحاول أن يستنبط بعض الإعجاز وبعض التوافقات العددية. الله تبارك وتعالى يقول وأحصى كل شيء عددا. يعني أنا هنا أود فقط قبل أن أبدأ أبحث عن آية وأحصى كل شيء عددا، أو أبحث عن كل كلمات الإحصاء في القرآن. مثال، يعني ماذا أفعل؟ لدي الإحصاء في الجذور، ولكن أنا كلمة أحصى ربما لا أدري ما هو الجذر اللغوي. أبحث أولا عن كلمة أحصى، أكتب أحصى هكذا أحصى. طبعا هنا أنا أستخدم الرسم العثماني، لذلك الهمزة هنا ضرورية. إذا لم أضع همزة انظروا، إذا وضعت ألف من دون همزة انظروا لن يخرج شيء، سيعطيك لا يوجد نتائج، لأنه يوجد همزة. أما في الرسم الأول يمكن أن تضع الألف بلا همزة. نكتب الهمزة أحصى ثم نبحث، أعطانا خمس نتائج. أحصى، أحصاها، أحصاهم، أحصاهم. طيب أنا أريد ربما هناك كلمات تتعلق بالإحصاء لها طريقة رسم مختلف، ماذا أفعل؟ أبحث عن الجذر اللغوي. طيب جذر أحصى ما هو؟ إذا أردت أن أعرف جذر أحصى أضغط على إحصاء الجذور أيها الأحبة، ثم أحدد كلمة أحصى هنا، فقط أحددها، ثم أضع الماوس هنا فقط، أضرب هكذا يعطيني حصايا. إذن حصايا هي الجذر اللغوي لأحصى، أحصاه. كل كلمات أحصى الإحصاء في القرآن يمكن أن نستخرجها الآن. نضغط بحث، كتبنا هنا حصايا طبعا حسب البرنامج، ثم نضغط بحث. إذن أنا لدي 11 آية فيها الإحصاء، مثلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا إحصاء. أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقالوا يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لقد أحصاهم وعدهم عدا. أيها الأحبة، إذا كان الله أحصى كل كبيرة وصغيرة، كل كلمة تنطق بها، كل حركة تقوم بها، كل فكرة تخطر ببالك، طيب نحن إذا أحصينا القرآن وكلماته وآياته وبحثنا في حروفه، هل هذا العمل يرضي الله؟ هل هذا العمل جيد أم يصرفنا عن القرآن؟ بالعكس، أنا تجربتي الشخصية وأنا أكبر مثال على ذلك أمامكم. يعني البحث في إحصاء القرآن يقوي لديك فهم القرآن، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وأحصوا العدة وأحصى كل شيء عدده علم أن لن تحصوه فتاب عليكم وكل شيء أحصيناه كتابا. هذه آخر آية فيها إحصاء في القرآن الكريم، وكل شيء أحصيناه كتابا. إذن هنا حتى لو مسحنا هذه الكلمة أيها الأحبة، إذا أردنا أن نعرف كلمة أحصيناه ما هو جذرها اللغوي، فقط نحدد الكلمة بالماوس ثم نضغط هنا ضغطة خفيفة على مربع البحث يعطيني كلمة حصايا، هو أوتوماتيكيا يكتبها البرنامج. البرنامج أوتوماتيكيا يكتب لي جذر الكلمة الذي أريده. مثلا كلمة شيء ما هو جذرها اللغوي؟ أحددها ثم أضغط هنا أجدها شياء. طيب كل ما هو جذرها اللغوي؟ كللة. طيب كتابا ما هو جذرها اللغوي؟ أضغط كتبة. وهكذا أستطيع أن أعرف جذر أي كلمة من خلال هذه الآلية العكسية.
طبعا أيها الأحبة، موضوع الجذور أضافه شخص سخره الله لخدمة هذا الأمر، وهو الأستاذ طلحة بشير، جزاه الله خيرا. اهتم بموضوع الجذور وعكف سنوات، وسخره الله، نحن لم نطلب منه، سخره الله لهذا العمل، كما سخر المبرمج الأخ محمد حمادي من الجزائر، والأخ طلحة بن بشير من السعودية، وسخر أيضا إخوة من مصر، سخر إخوة من أماكن مختلفة، لأن هذا العمل خاص بالله. الله تعالى يسر لنا في هذا العصر أن ندرك هذه الإحصائيات عن كتاب الله وبهذا الأسلوب المبسط، كله بفضل الله، ليس لنا أي فضل وليس لنا أي جهد في هذا العمل، قل إن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. الآن أيها الأحبة، أنا أود اليوم أن نعود للإحصاء العادي هنا، نعود للإحصاء العادي. أنا أود أن نتابع إحصاء الآيات هنا، إحصاء الآيات التي تبدأ بكذا مثلا، يعني أنا أريد الآيات التي تبدأ باسم الله، ما علي سوى أن أكتب اسم الله. عفوا، أنتقل للكتابة باللغة العربية وأكتب الله. هنا أقوم بعرض الآيات كلها، عرض لي الآيات 6236 آية، هنا الشريط الأصفر في الوسط، السور 114 كلمات كذا، الحروف كذا. طبعا هنا فصل واو العطف، نفس الألواو فصلناها لكي يكون الإحصاء فقط للكلمات، الواو تحصى ككلمة لوحدها. الآن أطلب من البرنامج أن يعطيني الآيات التي تبدأ باسم الله. إذا كتبنا اسم الله هنا، ثم نقول له الآيات التي تبدأ باسم الله، هكذا أعطاني 49 نتيجة، سبحان الله، 7 في 7. هذه النتيجة تذكرني أيها الأحبة بتكرار حروف اسم الله في سورة الفاتحة. الألف تكررت 22 مرة، واللام 22، والهاء 5 في سورة الفاتحة، المجموع 49. وعدد الآيات في القرآن كله التي تبدأ بالله 49. أنا لا يمكن ولا أعتقد أبدا أن هذه مصادفة على الإطلاق، هذا إحكام إلهي مؤكد، لا يوجد صدفة في القرآن، لا يوجد لدينا مصادفات أيها الأحبة أبدا على الإطلاق. إذن هنا لدي 49 آية تبدأ باسم الله. هنا أيها الأحبة، الله يستهزئ بهم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله ولي الذين آمنوا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آل عمران، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، الله الذي رفع السماوات بغير عمد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وهكذا كما نرى 49 آية تبدأ باسم الله. طيب هل هناك آيات، مثلا نعود لعرض الآيات كاملة، هل هناك آيات تنتهي؟ نطلب من البرنامج أن يعطينا الآيات التي تنتهي باسم الله، لا يوجد، ولكن لدينا آيات تنتهي لله، لله والأمر يومئذ لله. طيب دعونا نبحث عن الآيات التي تنتهي باسمه تعالى لله، نكتب الآيات التي تنتهي بلله، كتبنا لله طبعا في مربع البحث، نضغط. إذن أنا لدي آية واحدة، والأمر يومئذ لله، لا يوجد غيرها في القرآن، هي الآية الوحيدة التي تنتهي باسم الله لله سبحانه وتعالى. طيب مثلا الآيات التي تبدأ بكلمة يوم، نكتب هنا يوم، ثم نقول له أعطنا الآيات التي تبدأ بيوم. أعطاني 64 آية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم إذن يود الذين كفروا، يوم يجمع الله الرسل، يوم يحمى عليها في، نلاحظ أن معظم الآيات يوم تبدل الأرض تتحدث عن يوم القيامة، لاحظوا أيها الأحبة، لاحظوا أصحاب البلاغة، يوم تأتي كل نفس، يوم يدعوكم، يوم ندعو، يوم نحشر، يوم ينفخ في الصور، آيات تتحدث عن يوم القيامة. دعوني أتابع 64 آية لنكتشف هل هذا قانون ثابت، أن كل الآيات التي تبدأ بيوم تتحدث عن يوم القيامة، يومئذ يتبعون الداعي،
يومئذ لا تنفع الشفاعة يوم القيامة، يوم نطوي يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يوم القيامة، يوم يرون الملائكة القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يغشاهم، يوم تقلب، يوم هم بارزون، يوم تولون مدبرين، يوم لا ينفع الظالم، طبعا كله يوم قيامة، يوم نبطش، يوم لا يغني، يوم نقول لجهنم. سبحان الله، أنا أول مرة حقيقة أكتشف معكم هذه، يعني رأيتم، أنا أبحث بالصدفة عن كلمة يوم، يوم يسمعون الصيحة، يوم تشقق، يوم هم على النار، يوم تمور السماء، يوم قيامة، 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 يوم لا يسحبون في النار، يوم ترى المؤمنين، يوم يقول المنافقون، يوم يبعثهم الله، يومئذ تعرضون، يوم قيامة، يوم تكون السماء، يوم يخرجون من الأجداث يوم القيامة. سبحان الله، والله أنا جلدي يقشعر أيها الأحبة، ولكن سنتابع. يوم ينفخ في الصور، يوم يقوم الروح، يوم ترجف الرجل، يوم يتذكر الإنسان، يوم يفر المرء من أخيه، يوم قيامة. آيات كلها عن يوم القيامة، معقول؟ وصلنا إلى 51 آية. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تبلى السرائر، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم قيامة، يوم انتهى. 56 آية، 64 مرة كلمة يوم فيها، ولكن 56 آية كلها. أحبتي في الله انتبهوا، نحن الآن اكتشفنا معجزة في القرآن لا توجد في أي كتاب آخر. نتحدى يعني أي كتاب آخر أن يكون منظم بهذا الشكل. جميع الآيات التي تبدأ بكلمة يوم تتحدث عن يوم القيامة، قانون، قانون في القرآن رأيناه أمامنا. كل الآيات التي تبدأ بكلمة يوم كلها تتحدث عن يوم القيامة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القرآن كتاب مبرمج، مبرمج أن كل الآيات التي تبدأ بيوم يجب أن تتحدث عن يوم القيامة. طبعا هنا أصحاب اللغة والبلاغة إذا أرادوا أن يستنبطوا الكثير من الأسرار يمكن من خلال هذا البرنامج. يعني معنى ذلك أيها الأحبة، أنا أريد أن أقول هنا قبل أن أختم، معنى ذلك أن الآيات التي تبدأ بكلمة محددة لها استخدام محدد، لها دلالات محددة. الآيات التي تبدأ باسم الله لها دلالة محددة، التي تبدأ باسم كذا لها دلالة محددة، الذي تبدأ بحرف معين لها دلالة. يعني أنت أمام برنامج إلهي معقد جدا، هو حروف وكلمات هذا القرآن، وهذا يدل على أنه كلام الله. يعني أعطوني كتاب بهذه الدقة، أعطوني كتاب، مليارات الكتب في الكون لا يوجد أيها الأحبة، هذا دليل على أنه كلام الله. لذلك أنا أشجع أحبتي في الله كل واحد أن يجلس ويتأمل ويرسل لنا حقيقة ما يجده، عسى أن نتعاون على البر والتقوى، وعسى أن نوصل هذه المعلومات لمن يحتاجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل من يشاء من عباده الضالين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.